أخبار المهرجية باختصار: انتقادات لتجاهل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للمدنيين المحاصرين في مدينة العبدية بمأرب، ومنع الحوثيون دخول الغذاء والدواء إلى المديرية منذ أكثر من 20 يوما. العملة المحلية تسجل انهيارا كبيرا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن. سعر صرف الدولار الواحد بلغ 1236 ريالا في ظل انعدام الحلول الحكومية. منظمة الصحة العالمية تقول إن 8 ملايين يمني بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية، وبحسب المنظمة فإنه في كل 40 ثانية يموت شخص ما في العالم بعد أن يقدم على الانتحار. النجم البرازيلي نيمار يكشف أن نهائيات كأس العالم 2022 قد تكون البطولة الأخيرة في مسيرته الكروية. نيمار لم يعز سبب اتخاذ هذا القرار إلى قوته الجسدية، بل إلى توقعاته بشأن الجانب العقلي. مصري يسجل رقما قياسيا في موسوعة غينيس بعد قطعه مسافة 920 كيلومتر بدراجته الكهربائية على مدار 24 ساعة متواصلة. رحلة المغامر تمت داخل طريق مغلق بطول 8 كيلومترات لعدد 113 مرة. إلى اللقاء باختصار آخر.